السلام عليكم، حياكم الله. انا راكان ورجعنا من جديد، وهذه المره لمراجعه مسلسل لوكي. هذا المسلسل اللي اعتقد انه راح يكون منعطف مهم وراح يكون تاثيره مره كبير على عالم مارفل السينمائي وعلى المرحله الرابعه. وخلونا نبدا. You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? في البداية يا جماعة، هذا المقطع راح يكون على جزئين، جزء بدون حرق وجزء آخر بحرق. جزئية الحرق راح أتكلم فيها عن إيش حنا مقبلين عليه في عالم مارفل السينمائي، وكذلك راح استعرض بعض المشاركات اللي وصلتني منكم على حسابي في تويتر وعلى حسابي بالإنستغرام. طلبت مشاركاتكم وآرائكم، يعني مراجعة مع المتابعين، راح استعرضها في الجزء الثاني. وبشكل عام راح تلاحظ إنه الشريط الأحمر الخاص بهذا المقطع مجزأ لعدة أجزاء، وهذا الشيء يسويه حفاظا على وقتك عزيز المشاهد وإجابة على السؤال الأكثر تكررا في الفترة الماضية. مع كثرة إنتاجات عالم مارفل السينمائي من مسلسلات وأفلام، راكان وش نتابع؟ تابع كل شيء. عالم مارفل السينمائي بالثلاث مراحل الماضية قدم متعة كبيرة صراحة، والآن حنا في بداية المرحلة الرابعة. صحيح ما شفنا أشياء كثير من المرحلة الرابعة، ولكن يا جماعة حنا مقبلين على شيء ما راح يقل أهمية عن المراحل السابقة. فتابعوا كل الأفلام الماضية، صراحة رحلة تستحق، ما راح تندم أبدا. في متعة كبيرة جدا في المراحل الماضية، وهذه المتعة راح توصلك للي حنا وصلنا له الآن، المرحلة الرابعة اللي راح تكون جنونية. وأمر بسيط يا جماعة، إذا شفت رعاة للقناة نعطيكم كود رهيب اسمه راكان، راح يخصم لك 50% من قيمة التوصيل. حمل التطبيق من الرابط الخاص فيني، هذا الأمر راح يساعدني بشكل كبير. مسلسل لوكي مسلسل جديد من إنتاج ديزني ومرتبط بأحداث عالم مارفل السينمائي، مكون من 6 حلقات ومتوفر بشكل رسمي في المنطقة على منصة OSN، وتم تجديده لموسم ثاني. وتدور أحداث المسلسل حول منظمة أو سلطة تدعى TVA أو سلطة تباين الوقت، واللي مهمتها الأساسية هي المحافظة على الخط الزمني المقدس من المتغيرات. فيبدأ المسلسل من مشهد في إند جيم لما لوكي استخدم سبيس ستون أو حجر الزمن وانتقل إلى مكان آخر، وبكذا أصبح لوكي متغير على الخط الزمني. فالمسلسل من ناحية القصة والحبكة كان بمثابة المنعطف اللي راح يرسم خارطة الطريق لمستقبل عالم مارفل السينمائي. ما كان التركيز على الشخصيات وتطور الشخصيات في هذا المسلسل بقدر ما انه كان التركيز على العالم بشكل كامل، وكيف ممكن ننقل هذه المرحلة الى مستوى اخر اكثر تعقيدا، مليئة بالاكوان المتعددة. فالسفر عبر الزمن والاكوان المتعددة والاكوان الموازية موضوع كبير وشاق ويصعب شرحه، لذلك كان من اللازم على أنه المسلسل يكون مكون من 6 حلقات. البعض كان يرى أنه 6 حلقات كانت تمطيط، وأنا أختلف كليا. 6 حلقات أبدا ما كانت تمطيط. أنا أشوف أنه 6 حلقات أعطت شخصية لوكي المساحة الكافية لاكتشاف كل ما يمكن اكتشافه حول سلطة تباين الوقت والأكوان المتعددة والأكوان المتوازية والخطوط الزمنية والمتغيرات إلى آخره. فكانت كل حلقة تتركنا مع مجموعة من الأسئلة، والحلقة التالية تجاوب على جزء بسيط من هذه المجموعة، وهكذا دواليك إلى أن نصل لآخر حلقة، حيث الذروة، حيث البيك. I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. وكان ممكن انه هذا المنعطف المهم بتاريخ عالم مارفل السينمائي، ولاحظوا انا مو قاعد اتكلم عن منعطف مره بسيط، لا، اللي صار في مسلسل لوكي واللي قدمه مسلسل لوكي من حبكه راح ينقل العالم الى مستوى اخر. كان ممكن هذا المنعطف يكون مع اي شخصيه اخرى غير لوكي، ولكن تم اختيار لوكي لعده اسباب تكمن بشخصيه لوكي نفسها. فشخصية لوكي شخصية محبوبة، ولكن هذه الشخصية المحبوبة تمتاز بالذكاء والمكر والدهاء، هذا المزيج اللي أخرج لنا شخصية نرجسية فظيعة. هذه الشخصية النرجسية وضعت في موقف صعب، هل راح تستمر بتقديم مصلحتها على مصلحة الأشخاص الآخرين،
ولا الآن لابد أن تتغير؟ لذلك الضابط الأساسي للإيقاع كان ماهية سلطة تباين الوقت، ولماذا سلطة تباين الوقت تعمل على منع حدوث متغيرات، ومن يقف خلف سلطة تباين الوقت؟ من هم الأشخاص وليش قاعدين يمنعون حدوث بعض المتغيرات؟ وليش أساساً سلطة تباين الوقت موجودة؟ وهل ممكن نغير مصيرنا أو لا؟ هل عندنا إرادة حرة free will ولا ما عندنا؟ ففي أسئلة كثيرة جداً جاوب عليها المسلسل، وأضاف أسئلة أخرى راح تجاوب عليها الأعمال القادمة من عالم مارفل السينمائي بشكل عام. الشخصيات الأخرى ومواقع التصوير والسي جي آي كانت من جيدة جدا إلى ممتازة. يعيب على المسلسل أمر واحد فقط، واللي هو المشاهد القتالية كانت أقل من المتوقع. لما نتكلم عن مسلسل من عالم مارفل السينمائي نتوقع مشاهد قتالية ممتازة، ولكن كانت أقل من المتوقع. غير كذا أنا شفت أن المسلسل ما كان تمطيط، بالعكس أعطى مساحة كافية لاكتشاف هذا العالم الجديد، لاكتشاف الخطوة المقبلة بعالم مارفل السينمائي. الشخصيات الأخرى ما كان فيها تطور واضح طبقا لمعطيات الحبكة، لأنه الحبكة ما تتطلب تطور واضح بالشخصيات، فهذا مو بعيب أبدا. المسلسل من ناحية السي جي آي والموسيقى التصويرية ومواقع التصوير زي ما قلت والإخراج كان رائع، ومسلسل لوكي بالنسبة لي قابل للمشاهدة أكثر من مرة. وللأشخاص اللي متابعين لعالم مارفل السينمائي وإلى الآن ما شافوا مسلسل لوكي، لا تضيع وقتك، راح تابع المسلسل. وللأشخاص اللي ما تابعوا أي شيء من عالم مارفل السينمائي ومحتارين يتابعون العالم أو لا، المرحلة القادمة من عالم مارفل السينمائي لن تقل جنونا عن المرحلة السابقة، المرحلة الثالثة. فتقييم العام لمسلسل لوكي 9/10. والآن راح أبدأ فقرة الحرق اللي راح أتكلم فيها عن وش صار بالحلقة الأخيرة، واللي راح أستعرض فيها آرائكم عن المسلسل بشكل عام وعن عالم مارفل السينمائي بالمرحلة الرابعة، وش الشيء اللي حنا مقبلين عليه. فيا صديقي إذا ما كنت شايف المسلسل وقف هنا، عطنا لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات. طيب يا جماعة، وش اللي صار في الحلقة الأخيرة من مسلسل لوكي؟ لوكي وسيلفي وصلوا لقلعة على حافة الزمن، وفي هذه القلعة شافوا ميس مينت اللي كنا نعتقد إنها هي الشرير، ولكن عرفتنا بأنه في شخص هو اللي يقع خلف الخط الزمني أو هو المتحكم بالتي في اي، وهذا الشخص كانت تسميه ميس مينت هي هو ريمينز أو المخلد. والمخلد مهمته الأساسية المحافظة على الخط الزمني من المتغيرات، لأنه شخص أتى من المستقبل وعارف وش راح يصير خطوة بخطوة كلمة بكلمة، كان عنده سكريبت يوريه كذا لوكي وسيلفي، أنت راح تقول كذا وأنت راح تقولين كذا. فالرجل قادم من القرن 31، قادم من مرحلة متقدمة علميا، اتصلوا العلماء من كونين وبدأت حرب أكوان متعددة. هذه الحرب آلت إلى ما آلت إليه إنه كانج يصل إلى هذا المكان، أو إيمورتس يصل إلى هذا المكان ويصبح هو المتحكم بالخط الزمني. طيب كيف وصل إلى هذا المكان؟ لما صارت حرب الأكوان المتعددة أو حرب الحرب المجنونة، حرب المالتي يونيفرس، هو اكتشف المخلوق اللي يدعى اللايث. اللايث التهم كل الأكوان الأخرى وبقي الكون اللي شفناه في هذا المسلسل. الحبكة وين؟ الحبكة انه لوكي وسيلفي مقدر لهم انهم يوصلون لهذا المكان، فكل اللي راح هو مقدر للوكي وسيلفي. فإيمورتس او كانغ او هي هو ريمينز عرض عليهم هذا العرض، تقتلوني او تاخذون مكاني لانه انا رجال طفشت من الاخير. وفي نظريات كثير ممكن تجاوب على هذا العرض، عرض إيمورتس للوكي وسيلفي. عموما سيلفي كانت طائشة، وسيلفي بدأت هذا الجنون لما قتلت إيمورتس. إيمورتس كان واضح، كان يقول انه حنا يا جماعة ترى في حلقة مفرغة، راح تبدأ حرب أكوان مجددا وراح أصل لهذا المكان من جديد. ولكن وضح انه الشخصيات الأخرى من كانغ مش شخصيات عادية، وإنما شخصيات أكثر شرا وفتكا من هذه الشخصية. فحرفيا تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، راح يتكرر الزمن من جديد، راح تصير حرب بين الأكوان المتعددة يقودها كانغ دي كانكرر أو كانغ الغازي، وقد يصل إلى هذا المكان شخص أكثر شرا من إيمورتس. لوكي لما رجع إلى تي في اي، واللي بالمناسبة أنا حسب فهمي أنه تي في اي هي فقط تي في اي وحدة، يعني ما في تي في ايات كثير موجودة، هي هذا حسب فهمي أنا، وجد أنه تم إعادة ضبط كل الموجودين في تي في اي من بينهم موبيس،
وجد انه التماثيل الثلاث اللي يحفظون الزمن ازيلت وما في الا تمثال واحد. هذا التمثال لكانج دي كانكرر الاكثر شرا من نسخة إمورتس. فحنا الان مقبلين على حرب ضخمة، حرب مجنونة في عالم مارفل السينمائي، حرب اكوان متعددة. ممكن نشوف الاكس مان، ممكن نشوف شخصيات كثير صراحة، ممكن نشوف شخصيات ماتت في هذا الحرب او في الافلام القادمة. واللي انا صراحة متحمس جدا لفيلم دكتور سترينج، اللي الان فهمنا ليش الاسم مالتي يونيفرس اوف مادنس، او جنون الاكوان المتعددة. وراح تكون المحاور الاساسية والشخصيات الاساسية في هذا الفيلم هم ثلاث شخصيات: سكارلت ويتش، لوكي، واكيد دكتور سترينج. فكيف ممكن يحلون هذه المعضلة، معضلة الاكوان المتعددة؟ كيف ممكن يواجهون كانج دي كانكرر اللي ما راح يقل شرا عن ثانوس؟ اما الان خلوني اشوف اسئلتكم ومشاركاتكم اللي وصلت على الانستغرام وعلى تويتر. خلونا نبدا من الانستغرام. طيب انا عندي مشكله مع الاسماء، واللي يحضرون البث عارفين اني عندي مشكله مع الاسماء. يعني 8hx.r ما في اسم. فموضوع الاسماء موضوع مقدني شوي. يقول: بدون اي مبالغه، لوكي كان مفاجاه الموسم. لا اعلم من اين ابدا الحديث، هل ابدا من الاخراج، القصه، الاحداث، الحوارات، تغير الشخصيات، الصدمات اللي تمر مع الحلقات. فعلا لا استطيع الكلام، لان جميعها كانت شيء استثنائي. ومن وجهه نظري لوكي اعظم عمل قدمته مارفل. شوف، اعظم عمل ممكن شويه كبيره، ولكن من الاعمال المهمه اللي بالنسبه لي منعطف مهم بعالم مارفل. اي كي اي حسن يقول: مسلسل فتح لنا تساؤلات وبوابات كثيره بعالم مارفل، خصوصا فكره العوالم المتعدده، فكره تخليك تعرف انه مارفل ما خسرت جميع اوراقها. الاسبوع اللي راح كنت جالس مع واحد من الشباب وكنت اقول له: يا اخي وش ممكن يجي، لانه انا ما قرات الكوميكس. قلت: وش ممكن يجي بعد ثانوس؟ احنا وصلنا للبيك مع ثانوس. قال لي: يا راكان اصبر، اعط مارفل فرصه وراح تشوف شيء جنوني. فعلا انا اعتقد انه مارفل راح تقدم لنا شيء لن يقل جنونا عن المرحلة الثالثة. هنا حبيبنا يقول: أكثر عمل حبيته للحين مقدم من مسلسلات مارفل. أتفق معاك. واندا فيجن حبيته، ولكن حبيت لوكي أكثر. أنا بالنسبة لي كنت أنتظر يتطرقون لموضوع المالتي يونيفرس من بداية واندا، وخاب ظني نحن مقبلين على جو جديد من أفلام مارفل، شخصيات جديدة، وكل واحدة تقول الزين عندي. وتوقعاتي أن المالتي يونيفرس بيكون مقدمة لشخصيات كثيرة، منها فانتاستيك فور اللي انتظرهم من مدة طويلة. هو بس الفانتاستيك فور أكثر. اللي صار بآخر حلقة من المسلسل راح يغير عالم مارفل بالكامل. الحين يقدرون يجيبون أي شخصية من أي عالم بأي طريقة، ونبي نشوف سيناريوهات عظيمة. أنا أتفق معاك، راح يكون شيء جنوني. مجرد الخيال صراحة جنون. هنا أجمل وأبدع مسلسل عملته مارفل، ولازم تعيد أكثر من مرة، تعيد المسلسل أكثر من مرة عشان تستوعب بالفعل. عشان كذا أنا قلت بهذا المقطع مسلسل مارفل أو مسلسل لوكي قابل للمشاهدة أكثر من مرة. محمد يقول: المسلسل كان مفاجأة ورهيب، وأكيد أفضل مسلسلات مارفل لحد الآن. حبيت التركيز على شخصية لوكي وتطورها، فخلونا نعرف جوانبها كلها حتى من خلال النسخ. لوكي التمساح رهيب صراحة، وعجبني الكيمستري بين لوكي وموبيس. الحلقة الأخيرة والشرير اللي طلع كان رهيب، وفتحت مرحلة جديدة بعالم مارفل السينمائي واللي هي المالتي يونيفرس. ونهاية الموسم الأول راح تقودنا إلى وش اللي طاح الكتاب. أشياء تطيح دائما عندي. يقول: كثير متحمس لوات إف، مسلسل أنيميشن راح ينزل في شهر أغسطس. كلنا متحمسين. حبيبنا يقول: المسلسل رهيب وخرج عن الأشياء المعتادة عليها بعالم مارفل، وتميز بأنه ما كان في شرير من البداية. فعلا يعني حتى الشرير بالنهاية ما حرقوا لنا، بس كانت مقدمة لشر قادم. يعني الواضح إن كل الناس بينسون اللي صار إلا لوكي وسيلفي ودكتور سترينج، كل شيء صار على راسه هو. عموما المسلسل رائع جدا، بعد هو أفضل مسلسلات عالم مارفل، بداية متقنة وممتازة ونهاية رهيبة. حتى الحلقة الثالثة اللي تعتبر الأقل بالتقييم لكنها مهمة وأعطت إضافة جميلة، بالإضافة للشخصيات اللي ذكرت سكارلت ويتش. مثالي بكل اختصار، توم تمثيله كان يجنن، وأوين مرة راكب عليه شخصية موبيس، والأحداث كلها كانت غامضة وتشد للنهاية، والإخراج فنان، ومشاهد القتال حلوة. أنا أختلف صراحة مشاهد القتال. ونهاية المسلسل أتوقع كلنا نتفق على روعتها، كيف كله انشبك مع بعضه، وكيف شفنا أنه آخر مشهد بواندا فيجن يوم سمعت صوت عيالها كان سبب واشتباك بالضبط. آخر مشهد الكريدت بمسلسل واندا فيجن كانت تسمع صوت عيالها،
اختلط الحابل بالنابل. ويوم لوكي رجع لتي في اي بس بزمن موازي وما حد يعرفه الاحداث، انا ما ادري صراحه رجع بزمن موازي او لا، لانه انا فاهم انه تي في اي بس فقط وحده، في تي في اي وحده اكزيست. كل هذا يحمس مره وممتع. الشيء الوحيد اللي ما حبيته كان الانجذاب اللي صار بين سيلفي ولوكي. اوكي شفنا بالنهايه سيلفي غدرت فيه، بس واضح انه لوكي حبها. اتمنى بالجزء الثاني، صح انا اتمنى صراحه بالجزء الثاني ما يستغلون هذا الجانب انه لوكي يصير غبي، يعني منقاد تجاه مشاعره اكثر. طيب ننتقل للتعليقات اللي وصلت في تويتر. ضب اصفر يقول الواضح واللي شفناه انه الحقبه الرابعه لمارفل بتكون مركزه بشكل كبير على العوالم المتعدده، هذا واضح من عنوان فيلم دكتور سترينج، وعواقب اللي سووه واندا ولوكي بتكون على كاهل دكتور سترينج. انا ما اشوف انه في عواقب، يعني شيء لوكي ما سوى شيء، يعني سيلفي هي اللي سوت. لوكي كان يحاول انه يدافع عن فكره امورتس، ولكن سيلفي هي اللي صراحه تسببت كل الجنون اللي راح يصير. نهايه جميله وغير متوقعه بشكل عام. المسلسل كان ممتاز، صحيح في اسئله ما تم الجواب عنها، لكن بما انه في جزء ثاني في جزء ثاني وفي افلام كذلك من عالم مارفل، دائما افلام عالم مارفل تجاوب على بعض، يعني ما يجاوبون لك او ما يجيبون كل الاسئله ويجاوبون عليها في نفس العمل، هذه العاده. متوقع شيء كبير الفتره الجايه، وخصوصا فيلم دكتور سترينج اللي بيلعب دور كبير في محاور الشخصيات. طيب عزيز يقول نهايه جميله جدا ومثيره للاهتمام، وتثبت لك انه مارفل باقي عندها قصص مثيره للاهتمام تطرح، واسم فيلم دكتور سترينج واضح ان له علاقه بنهايه لوكي، وزاد حماسي للفيلم جدا. هند تقول صراحة نهاية مشوقة للموسم الجاي، مش فقط للموسم الجاي، لكل عالم مارفل بالنسبة لي. أعجبني بالحلقة الأخيرة الممثل اللي دخلوا عليه بالقلعة اللي كان مسيطر على خط الزمن، أداؤه كان جميل، راح يواصل معانا بالأفلام الجاية. صح إن القصة بدأت تتعقد زيادة، لكن تحمسك تعرف وش راح يصير، خصوصا إنه كلنا نعرف إند جيم واللي صار فيه وكيف بيحلون سالفة التفرع قبل النهاية. هنا عادل يقول المسلسل ممتاز ومستفز بنفس الوقت، طول الحلقة تكون مركز وفاهم، والحلقة اللي بعدها يجيبون سالفة جديدة وتركز وتفهم، والحلقة اللي بعدها نفس الموال، كأنك يا أبو عبيد أو كأنك يا زيد ما غزيت، ونهاية المسلسل راح تفتح صفحات كثيرة وجديدة لعالم مارفل. ما أشوف أنه مستفز، بالعكس ممتع أنك تنتظر الشيء القادم صراحة. صراحة المشاركات اللي وصلتني كثيرة مرة وأمر جنوني. أنا ممكن مستقبلا نسوي كذا جلسة نقاشية عن مستقبل عالم مارفل، وكيف ممكن هذا الجنون يطلع بالشاشة، وكيف ممكن نفهم حنا هذا الجنون. فإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع. صراحة المقطع مرة طويل وشيء جنوني صراحة. أعتذر للي ما طلعت آراءه في هذا المقطع. شكرا جزيلا لمشاركاتكم. لايك إذا عجبك المقطع، ديسلايك في حال ما عجبك، اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، وذكر لي رأيك تحت في خانة التعليقات. تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسناب والإنستغرام وتويتش وبيتو. كان معكم راكان، أشوفكم المقطع الجاي، سلام.